لكن نن حكيم أو ضد كان حكبة الله دون تاء أي سؤال ويدي وحلقوا يري أي شيء أشبه بالدنيا مركز الدنيا ذا أكتي محاد كصورين لهيد الدنيا ذا مركز أكتي محاد كصورين لهيد إن أي محيط تهاي قال وحيري أحلام نائم الدنيا ذا وحي الأرض جنتا سيدي ننهردا أريانيا أنت أوهردو هذو نعيم كتيره مركز لقته سوى قريصا هذو دبته كتيرنا مركز لقته سوى أفقايصا مركز الدنيا ذو سيدي ذا سيدي روح هردو دربا يوكله أمر ريانيا أيوم بيكرد جنتاي حقيقة واتضمبي حقيقة الرنتاي واتلاصي صعدة الدنيا ذني نمب مال بيكغص أفميريسا مد بيلواتن سنادات كقدر ما نيسا مد بعاني سند كلي أودا ماين أينن مد بي بقولي كنت رو قرسي نيسا إنت أنا نلول خيالي أه أو إنه لاسنا يو إنه دماي سنا يم مد نبا أنا كورم كراين أيوكو مشغول سيني هاي أركو وح كجب وكجب يو وحيدي أحلامنا أحلام نوم أو كذل سائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع أحلام نوم أو كذل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع ونمس هرده منام كيس أكله أو كذل زائل أما هذا سيك لا أردقه وهرك اللبدي سجلين وكل بدنع كإيمانية إن اللبيب بمثلها لا يخدع سيدي إذا بندن عقلي له اللبيب وحلاين إنك عقلي قبضن له إن اللبيب إنك عقلي عليه بمثلها لا يخدع الدنيا ذن أكل لقمة دقيكرو مركو أركو إن أنا سلبك سلدك بلهين إن ما لوجسوا هجا جبا أنا لهين وهرك اللبيب ده جلين أي تهاي إنك عقلي عليه وكتب يستابويري وحوك لويري يا أهل لذات الدنيا لذات الدنيا لا بقاء لها إن اغترار بذل زائل حمق إن اغترار بذل زائل حمق يا أهل اللذات وحول الذات كان مع سنية دنيا الدنيا كو مع سنية لا بقاء لها موارته الدنيا ده معان كده لقو مواره إن اغترار بذل زائل حمق إلا ودقمه هوسيس عن رسم أهين أحمقني ما كترته إنه الروح نلوشيس أردن وقليه وحركة زائل يهي وصيدة حركة وكالقد قدومية انت سوك للغو كتسومو احمقني با كجرتا نين صوماليين و الدنيا دن حرير والبكاء ايغي و آدي آدي العقل بضن ايا اسلو حويري اساقو قبيقا سوك لكديغي ان اغترار بذل زائل حامق قبياغا عربك اوك لسيديس اساقو او قبيقو حويري وحوري الدنيا دن هربا لقمة لي أمسه هوسيس هدان هاي لمو يي وحكلا لقها ليلين نين هبار قبوم بو وقت وكقها اللابا الدنيا دن مركات اكتر دمانتيد لبك فانو عد عدم باك الرعي صوما الدنيا دن هربا لقمة لي أمسه هوسيس هدان هاي لمو يي وحكلا لقها ليلين نين هبار قبوم بو وقت وكقها اللابا نين كلو شاعر او صومالي وحو اسم الله يهي نين لبا تنوي لي نما ولي لما نانين لحظة نما يوفوفتي نما ليل رانين مرها دان نبا الله سنين وحا اولا عايا محان كقل الموضى ادون لما يويا وحا تعبت 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 ملا سنين سيد ادو انت ادون تبديد وحا دون تصمي وحا انكو دنبين دونا ان لبا مرة أنت لقاعد دو دوبه ده إنت لقاعد كحية ده ذلك استهدات سمايسو
تعب كستها داد جلسو يضو قبيا أم بات كتجيس يضو قل دلولا له وعد سلادة تلو هل كان محاد كو قفيسا تلو هل كان محاد كو أودا تلو هل كان محاد أيها الدنيا دو أتكرد قاقيسا قبيا دي دو واقون انتي قادوا لغيد غلب نولبا أودا دو واقودن تلو هاي ننقو في يمو يمجر الروح قنانا ده ninka ugu dadaalka badan ee waa ninka meelaha yar ee goldolooda meelaha qaar kood ka gaarsiya marka adduunyadu sideedaba waa qabyada joogtada aweeye waana taa ay culimada islaamka iyo ragii xikmadda lahaa ay tilmaameen wax la isku halayn karo iyo wax la aamini karo oo la dhigan karo raasamaalkaaga oo dhan inaanay ahayn إلهي بانا هذا حقيقة أهان أغور رمي حقيقة الدنيا الدنيا محاطة هاي إلهي وحو كسفي الدنيا دو إناي تاي غرارة إنتان عقلك آن لهاين بيدكتا وحو إلهي قرآن كيسا كويل سبحانه وتعالى يا أيها الناس مخلوقا بنا آدمي أهو إن وعد الله حق إلهي بلن كيسو وحقيقة وحا إلهي إذين شيغيو وابيا كما دبعانك ورك إلهي شيغيو وحكا طبائمنا يو بيني مجران خبر كي رنت أهابان إذين شيغيو با إلهي إلي دغو ورك حقيقة أها إي رسمك أها آن إذين شيغو إن وعد الله حق إلهي بلن كيسي يبوهي سوا حقوي فلا تغرنكم الحياة الدنيا وحقيقة دردارنا الدنيا ذو وي دكتا وي هو ساسسا وي خيام بضنتهاي اسكتشرا لا تغرنكم الحياة الدنيا نولوشن الدنيا ذو يي إذن خيامين يي شر إذن كتلاب صنن ولا يغرنكم بالله الغرور يو إذن دقن إلهي إذن كخيامين شيطان كوحدقه يو إذن كخيامين إلهي تبارك وتعالى حرير كيسا إيا إنا إلهي كحرانتان يو إبليس أن دنتي نوذني إذن كالدحق لنبا إلهي وأنا دردارني يدقنين من الله تبارك وتعالى مركو إلهي لدردار من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كيسا كريم كأوكو لدردار ماي محوكو إلي نبينا عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام روح الدنيا ما أهين مالين مال ما هكما إذا يسوع قاتل نحدا وحيران دكحان أي واحد إلهي كويلي بورتا أحد مكاجر دجا ذهب ودي ذي النبي عليه الصلاة والسلام صحابة الرسول كانوا عليه الصلاة والسلام يسوع مال مال ما هكما إذا كتشيفا سرير يرو عدير وأن فراش دول أونلاين حد كله إسناف دافية كسم أيضا isagoo ku jiifa ayay u yimaadeen Umar ku toosay xarkiga ay ku sawirmeen dhinaciis markaas waxay ku yiraahdeen rasuulkii Ilaahay oo boqorada adduunyadu Kaysar Kisra iyo Qaysar firaashe waaweyn bay ku seexdaan firaashkan aad ku hurudo mid ka qurux badan ma ku dhignaa markaas uu nabigeenu ku yiraahdeen alayhi salaatu wasalaam maaliya walid dunyaa anigii adduunyo maxaa kala galay ayuu nabigu oranay isagoo macnaha adduunyada qiimo darradeeda garanaya hadana ilaahay kula dardaarmay laad walaa tamuddanna aynayka ilaa ma mata'na bihi azwaajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa qufirso ilaahay muxuu ka cabiray adduunyada zahrata alhayati ad-dunya geedka قيبت أوجو عمرك جابني وقيبته وأبحه حدتك مدة سيجرا شريد مدة سيجرتا لامهم مدة سيجرا لكن أبحه وقت يربو كقرا مركز إلهي وحقوت المامي دنيا الدنيا أردم با زهرة الحياة الدنيا أبح با إلهي كعبري ورزق ربك خير وأبقى أرزاق إلهي وأبوت لجري دتك الدنيا ku zaahida yaan adduunyada macna weyn ka soo qaadin arsaaqda ilaahay ugu bedeli doona ba ka khayr badan ba ilaahay
مركل إلهي رسولك إساقوكو هالقب صنية عليه الصلاة والسلام وحكوية لنبي قيلنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولي نبي مو هم قرينين الدنيا ضدك الدنيا طبعاً يا قاردة أنا مو قيمين يدو إنك الله دور حليه وعد الله لحظ ليا إنك أي تاي بادر دارك الرسول الله محمد الله صومرين إياه وحو إلهي مركا كوير الرسول كينا لا يغرنك مرنا بها كدق منه يوكدق تقلب الذين كفروا في البلاد الدنيا دانا يكل بدين عسوك قوشيان تدكنا أن إلهي كحرنيني الدنيا دانا يكل بدين عسوك قوشيان معنوا يوكو سمين ها متاع قليل أنيقا أبو ريبا إلهي لي يهي وراحة قابا موي مسيد دائما يسو ثم مأواهم جهنم مركا إن الله شيرا قابا لما يستان وحهوي قود النقون يا نار جهنم وبئس المهاد قول الديار صدو يا فراش لغوص يحضنا وحا أقول ليتا نار جهنم مركا لا إلهي إساقو صورين يا الدنيا دن يا وحيت هاي يا إن قفنا بالله سنة إنن أو قفنا بأنو الكدر جينو إسقوا محنك ولا ضب طبنك يبقى يورد معدن أنو كت جينين إسقوا إلهي تلمامية سو مالذن واتت لهدو الدون مت بنوبه محيو كشيء ذا مركات أكتو أرقامتا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مذول يبقى علامة قارب إلا ضاي إلى تسعة لقى قارية مذول يبقى علامة قارو لقيا قانو أي إلا ضاي وخاص مركز تبان لقارو محل وصل نقنية واحد بالو وصل نقنية علامة قاره تبان كأو قاره وما سيد سيدية ديسا قال كتبان كأو علامة ما شفته واحد بعد بالو وصل نقنية مركز صفر أنا تنقي ملاهاي حق غير اللي قرعي مركز سقال سو وده أيوم بس هذانا هل كأجيك وصل نقنية سمك هذا هذانا ولي بس صفر لقو دريه مركز سيدية ده بهالشيء الدنيا ده حتى تريد إذا أنت بنوبين وعلامة قاره الله هاي مركز إلهي لي تبارك وتعالى بل الدنيا ذن لجود على يا آن إذن كورم ربي با إسقى أبو ري إلهي وحولي قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون في سورة يونس آيات صدات أفرسته كتب رب العالمين ألفين وحنا مثال كبحنا يا إلهي الدنيا يما يقان كذي قيمه إنما وآذات الحصر بالليلة سكلا بما سكلا صورت كلا أو كفي عنه إذن كفي عن سكلا ما جرت عن صورتنا أو كفي عنها مصور كان عن كب حين يوم إنما إن كلام ما مثل الحياة الدنيا نلوش الدنيا ده هدان إذن كم ما هو كما إن وسيدي بيو أنزلناه من السماء عن سماء كسودة نبا إلهي فاختلط به نبات الأرض وإنت برواق النقطي midhihi dhulka ka soo baxay dhamaan ay gorada iswada galiyeen oo ilaamaha iswada dhaafsadeen oo geedkii binaaadmigu uu cunayay intii faacsanayay iyo kii xoolahoodu uu cunayay labaduba intay soo baxeen ay dhamaantood laamaha isdhaafsadeen oo gorada isgaliyeen hatta idha akhadat al-ard zukhrufaha dhulkiina meel banaan ba male waxay huwatay bilicdeeda xukhruf ba quruxda وحوي نلقي عقار بو نقضيو وقرحون هذا وزينت مركز إس بالعصي أو إس قرحصي أو إس يعني عن حياة سياخد يدي ودن حرتي مريهنا خوانتي وي بسلاتي ضدكي الدنيا دم كنا ولا أنا سيد يسيه لادين يين إنه شن كذي جو أيه هذا جو صندونان بيكو حساب تميان مريه وي بسلاتين أرلا دينا وي عقارتي نوالي بوحو كل حساب تمي
إنه بحسن دونا بهولها وظن أهلها ضد كي أهل كها الدنيا كنا ولا وحي أقاتن أنهم قادرون عليها إن ملكي جودا نقطي ويهنتين أتاها أمرنا ليلا أو نهارا سيدي أفلين معها إلهي بقى الدنيا دا معمولا حالي مركو سيحاني وحكو تلقى لبرئين وبيره سسوق قوستو إلهينا تبارك وتعالى وحكو تلقى لإنا لقع الفنبا أتاها أمرنا ليلا دينا أمر إلهي بقى هبين نميمي أو نهارا أمام ما لبو يمي فجعلناها وحا نكرقني الدنيا دي آد يا آد كأقرح لبضنايد إلوسي تشي جواندا حصيدا وحلها مي أول قوي أيانو كردقني وي بربرتي مقال بمالي كأن لم تغنى بالأمس حداد إيكتو حابد مودا نينك ما أنت جوغا مصوري سنك رشري ماشا بيربا كتالي كأن لم تغنى وحاد ملاينا إيسا إناني چيري چيرين بالأمس شالي دي دوين الدو يدو واللبدا قلين إستبسع دبا إلهي لي شالينا واللغو فرحسنا ما أنت نوالغو أويا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سيدا آنو إذن كسو ري الدنيا دا إيو إنا آني رسمي أهين وان قفنا إسكو حلين كرين ساس آنو إذن كو معنين لكن يعني كو عبرق آدن أيا لقوم يتفكرون قوم كي فكر أيا أيا كو عبرق آدن أيا ننكستو عقل اللي مركو الدنيا دا أفير صدو حتي في عنتهاي وحو كعبر قادن لها حالدو الدنيا دن اوي كيمي وحي له ذن علمادو إني الدنيا دو ما قدرنتهاي قيمة درنتهاي أولها بكاء وآخرها أنين الدنيا دن ميا أركتين روح انتو الدنيا دن ميمي إساقو قسل يو كفر أحسن يمي مجرو أحد والبابا مركو نشو قيلي يوهيم بكو صوبيرا قفكو مركو كتغيينا أنين إيتا ومن حريصته حمد يوحي كقبنا يسحنون أولتاه هذا قيمة لا يدهي قف كده وإلاشن لها يدو كقمي تاهيسين هذا قيمة لا يدهي وفتقان عصوبة الدنيا دي يمي قصر إيا فرحد ميل في عمباني ميسا قدك عبر إيا عمري كده هدبا قف كبين آدم كأه والله شاقي عمري كده وحالوغو شاقي على لسان حال سي قف كستو اوفير صدا وفهم يو معنى مالنتي ادلتي احاديث الرسول كان وحا لغا شيغا ان عليه الصلاه والسلام قف كير ادشا ان دكتا ميدنا لغا لغا اديمو دكتا بيدحنا لوغا اقيمو marka u dhintana maxaa la inagu waajibiyay in lagu tukado soo lagu tukado صلاة الميت كمية لا أدماء مية لا أقيمة لمن أقيمه لمن أدمه حلو أقيمه واي سيدا شنت صلاة دود واجبك صلاة ده واجبك وشنت صلاة دود إيتها جنازة ده أو محنك وده هذا واجب كفاية أنت أدنى وليت وأنت صلاة ده لشد ديارنية إمام كلية يستو صفك وناشية قلقلوعة كبعية ماشي بنام بوحية أنت سنتي قادنا إيش؟ الدمادي أقيم كهرباء لغوسة الدماغ لغوسة أقيمه. أنت إمام كصف كهجاء تينا يبعد نور يتبع. كبعدنا وتصل هذا ذي لجلي يدنا آذان هي أقيم بلاهين. عمر جيدوا وأنت عمر جيدوا وأنت صلاة ذي أقيم كي آذانك. ورد حيسه أي على جعبرة. نبي جنوا عليه الصلاة والسلام. والويدي سوى كور رميا إن أنا الدنيا دو معان إيا قرار كي لها تبا إن أنا حسوس ريبين بالله عليكم راشين كي مكاد صوع انتين نوعو أهابا ولي عرب كينا ميو كرد رميا ورد ماذا نكي عم عسيا يستي ساعدة أو معسيا يستمو ياني بحي كدن بأي معان كميو أواريا بأي مواريا بحشان يرمى لها ردن دبو أو
kugu sii raaga aakhira marka la tagana waxa nabigeenu (alayhi salaatu wasalaam) xadiis saxiix ah oo muslim wariinayo marka maalinta qiyaama la yimaado banka qiyaame ayaa rabbigeen wuxuu soo saarayaa dadka ahlu naarka ah ninkii ugu raaxada badnaa adduunyada u fiirso dadka ahlu naarka ah ruuxii ugu raaxada badnaa adduunyada intuu joogay ayaa la keenayaa dadka dhexdiisa waa la qaadayaa naarta la gelinayaa deedna waa laga soo saarayaa fayasbighu fi nnaari sibghatan thumma yuqaalu ya ibna aadam hal ra'ayta khayran qatu hal marra bika naciimun qat marka naarta la dubuq siiyo ayaa waxaa la odhanayaa taariikhdii aad soo martay ka waran weligaa wax macaan ma soo aragtay weligaa raaxo ma soo aragtay fayaquulu laa allaahu baan ku dhaartay yaa rabbi waxaa markiiba hal mar keliyo la muquursiiyey naarta ayaa wixii uu adduunyada nicmo ku soo maray oo dhan bay u laabayaa intaasi markay dhacdo ayaa adduunyada ninkii ugu kadeedka badnaa ugu dhibaatada badnaa ee ahlu janna ah ayuu ilaahay soo saaraya dadka soo dhex saaraya la isagu garanayaa fayasbiqu fi ljanna markaasuu ilaahay jannada geynayaa waa la waraysanayaa marka markaasaa ilaahay odhanayaa hal ra'ayta bu'san qad hal marra bika shiddatun qad weligaa wax kadeeda miyaad dhadhan aragtay wax dhibaato ah adduunyadii inna ma xasuusataa ku soo martay fayaquul laa wallaahi maa marra bii bu'sun qad walaa ra'aytu shiddatan qad maba xasuustaba odhanayaa wixii aan kadeed adduunyada ku soo maray waana ruuxii ugu kadeedka badnaa adduunyada uu ilaahay abuuray ayaa wuxuu odhanayaa maya wax allaaliya wax maanta aan ka xasuusanayo taariikhdii soo martay qadhaadhayd waan ilaabay hal mar keliyo jannada la geliyo ku ilaabay marka macnaha adduunyadu sidaasaanay raandhiis badan iyo xasuus badanba u lahayn marka uu nabigeenu cabbiray calayhi salaatu wasalaam adduunyay maxaa tahay xadiid uu muslim warinayo saxaabiga ka soo warinaya nebiguna uu yahay sahal binu sacad asaacidiyi wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaanu rasuulka raacnay calayhi salaatu wasalaam meesha la yidhaha dhi lxulayfa oo magaalada madiina kambalkeeda ah markaanu marayno ayaa nebigu wuxuu arkay shaatan saa'ilatan rijliha neef baktiyey oo lugta kor u taagan tahay oo fuuray ayuu nebigu arkay faqaala markaasuu nebigu ku yidhi saxaabadeennii atarawna haadihi shaata hayinatun calaa saaxibiha ma u malaynaysaa neefkaa baktiyey lugta taagaya inuu wax macnale u samaynayo ninkii lahaa hadda miyuu tirsanayaa miyuu bahalka ka ilaalinayaa intifaac miyuu ka sugayaa wax qiima ah miyuu ka sugayaa ninkaasi soo ma qiima tirin neefkaas miyuu qiimo soo bilaa qiima kama dhigin qaaluu nacam haa bay yidhaahdeen ninkii lahaa wax allaaliya wuxuu macno uga fadhiyaa neefkaa baktiyey ma jiro muxuu nebigu uga jeedaa neef baktiyey inaan ciddii lahayd maanta tirsanay uu ogyahay tanu uga jeedaa qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam wuxuu nebigu ku yidhi walladii nafsii biyadihi ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laddunyaa ahwanu cala allaahi caza wajalla min haada calaa saaxibiha adduunyadan aynu ku noolahay dhammaanteed kula qiima ma aha ilaahay agtiisa neefkaa baktiyey siduu ku yahay ninkii neefkaa lahaa walow kaanat iddunyaa tacdilu cinda allaahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbatan wallaahi baan ku dhaartaye adduunyada dhammaanteed hadday ilaahay kula qiimo tahay garab kaneeco wax la-eg garab kaneeco intaa in la-eg buu miisaan leeyahay intaa in la-eg hadday adduunyadu ilaahay agtiisa kula meeqaan tahay nin ilaahay ka kufriyey koob yaa kama cabbeen wuxuu maanta gaaladu wax uga cabbaysaa addunyaa malcuunatun malcuunun maa fiiha ilaa bidikri illaahi wamaa waalaah waa wax ilaahay nacay oo ilaahay ugu talagalay khalqiga inuu ku imtixaamo si ay ugu kala baxaan wuxuu wariyey saxaabigii la odhan jiray abi umaama
الباهلي صحابي كاس حديث قبل وفرصه وحديث حكم مرفوع له وحويل صحابي كاس لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مركي رسولك إلهي لصادري أيا عيدا كي إبليس أو دمبا أرججحي عيدا كي إبليس أو دمبا أرججحي وحي أويا عين حقي أدقي ويناي إبليس أي أويا عين أيجو أب نحسن أو إنه تعب كود بأي عبرية وحي كوي دهذين قد بعث نبي وأخرجت أمته نبي بالله صو صاري أمتي سينا وي صوب حضي مركا تعب كأني مرها دون نبي صوب حي أمتي سينا الله صو صاري إن أن ماشى وحبا إنه أولين أيانو آب أو أركينا بي رهدين وابها الخبير ووايا أرق وآدن كدأوين إبليس كاللغو الشيقية وكمان يال كمان يال كمان يال أمدود سوها لاغي أو صوب بابئي إلى قوم نوح إلى ينتهي كده بيسك صاقبه مركزها كوه حكوير حرتي سير عيدا كيسي أيحبون الدنيا أمد النبي محمد صودت الدنيا تعل من قنيان متعلهن الدنيا قالوا حدا نعم ها وادت الدنيا تعل قاركود قال وحول إبليس لإن كانوا يحبون الدنيا هدي أن كهلا مسألة أيدت الدنيا تعل هذا أي نقدان ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان دنك قيل مايو إن سلم كعبدان وحبا كل دير قيل ما يسلم عابدا مر هذي ضد الدنيا عليهين لا أبالي ألا يعبدوا الأوثان دنك قيل مايو ويسكو حول مايو إن سلم العابد فأنا أغدو أروح بثلاث صدح مسلو أيان قنت قوحرني يا بوري صدح مسألة كليا أيوم بنحوق قصاري دونا صدح ذا مسألة إنه يهير قليا أنت هذا بدن ويجهير قليسا هذا أن تاهي لنا إلهي غيرك إلا عبده ويدا بصعته.